أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا عن بدء مناورات جوية مشتركة مع روسيا، مما أثار مخاوف في كييف والغرب من أن تستخدم موسكو حليفتها لشن هجوم بري جديد في أوكرانيا. أكدت الوزارة أن الدولتين الحليفتين ستجريان مناورات جوية في الفترة من 16 من يناير إلى 1 فبراير باستخدام جميع المطارات العسكرية في بيلاروسيا. وتقول مينسك إن المناورات الجوية دفاعية وإنها لن تدخل الحرب. توعد الكرملين بإحراق الدبابات التي ينوي الغرب تسليمها لأوكرانيا. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن خطط بعض الدول مثل المملكة المتحدة وبولندا والمتعلقة بإرسال دبابات إلى أوكرانيا لن تغير الوضع على الأرض، بل ستطيل أمد هذه القصة فحسب. وكانت كل من لندن وباريس وورسو قد تعهدت أو أبدت استعدادها إرسال دبابات إلى أوكرانيا. ارتفعت حصيلة الضربة الروسية التي دمرت مبنى في دنيبرو في شرق أوكرانيا السبت الماضي إلى 35 قتيلا بينهم طفلان، فضلا عن عشرات الجرحى. أوضح حاكم منطقة دنيبرو وديبترو فيسكا أنه تم إنقاذ 39 شخصا، وأعلن أنه تم إصابة 75 آخرين، مضيفا أنه لا يزال مصير 35 من سكان المبنى مجهولا فيما تتواصل عمليات الإنقاذ. مسعفون يبحثون بين الأنقاض حيث ما زال عشرات المدنيين في عداد المفقودين، ومدنيون يهرولون بحثا عن مكان آمن، وتنديد من هنا وقصف من هناك، كلها مشاهد أصبحت متكررة يوميا وسط تواصل المعارك على الأراضي الأوكرانية. في دنيبرو شرق أوكرانيا لا تزال أصداء الضربة التي أصابت مبنى سكنيا وأدت لمقتل أكثر من 30 شخصا وجرح 75 آخرين تتردد داخل أوكرانيا وخارجها. من جانبها نددت الولايات المتحدة بما أسمته نموذجا جديدا من حرب روسيا على الشعب الأوكراني، فيما أكد متحدث باسم مجلس الأمن القومي أن واشنطن ستواصل تزويد أوكرانيا ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها. إلى ذلك وعد حلف شمال الأطلنطي الناتو بتزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الثقيلة في المستقبل القريب، وكانت دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تعهدت بتزويد أوكرانيا بآليات مدرعة لنقل المشاة أو للاستطلاع، هي 40 مدرعة ألمانية من طراز ماردر و50 مدرعة أمريكية من طراز برادلي وعدد من مدرعات MX-10 الفرنسية. كذلك تعهدت المملكة المتحدة إرسال 14 دبابة ثقيلة من طراز تشالنجر 2 إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، لتصبح بذلك أول دولة تلتزم بتقديم هذا النوع من الدبابات لمساعدة كييف في مواجهة القوات الروسية. قالت وكالة تاس الروسية للأنباء قالت إن موسكو أنتجت أول رؤوس حربية نووية لتزود بها توربيد بوسيدون المتطور لاستخدامه في غواصة بلغرود النووية. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة عن توربيد بوسيدون في عام 2018
قائلا إنه نوع جديد تماما من الأسلحة النووية الاستراتيجية مزود بمصدر طاقة نووية خاص بها. وفي كلمته في عام 2018 قال بوتين إن مدى الصاروخ غير محدود وبوسعه العمل في أقصى الأعماق بأضعاف سرعة أي غواصة أو صواريخ أخرى. قدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت استقالتها من منصبها وسط انتقادات داخلية بشأن قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الأزمة في أوكرانيا. يأتي قرار الاستقالة في الوقت الذي تتعرض فيه ألمانيا لضغوط للموافقة على زيادة الدعم العسكري الدولي لكييف، فيما قوبلت القدرات الدفاعية الألمانية بالتشكيك بعد أن خرجت عدة دبابات مشاة من الخدمة خلال مناورات عسكرية في الآونة الأخيرة.